فنانه جميله سوزان نجم الدين منورانا عبر الشاشه. اهلا بيكي معانا. ميرسي. شكرا. سوزان افضل فنانه عربيه عن مسلسل شو في استفتاء جائزه الاهرام او مؤسسه الاهرام للموسم الثاني على التوالي، شايفاها ازاي؟ فرحانه كثير كثير انه تعبي ما راح سدى. انا تعبت بالمسلسل كثير لدرجه انه حسيت حالي انه انا سبيه حقيقيه بداعش ومخطوفه فعلا من هدول الناس اللي ما عندهم رحمه. تعبت كثير من كل النواحي، وكل الكاست تعب، المخرجه رشا شربتجي تعبت، الانتاج حط كل جهده، الممثلين كلياتهم، العاملين في المسلسل الحقيقه كلهم تعبوا كثير كثير، ولكن هذا النجاح الكبير اللي حققه المسلسل رغم انه ما انعرض غير على محطتين، ولكن السوشيال ميديا اشتعلت بالتصويت لهذا العمل، والحمد لله كان لي النصيب الأكبر من هذا التصويت، وخاصة في كل مكان، في سوريا وفي لبنان وفي الجزائر والمغرب، في كل الوطن العربي الحمد لله. بدي أشكر كل مين صوت لي، وبدي أقول لهم فعلا بتستحقوا أني أتعب كتير من شانكم، لأنه التعب ما بيروح سدى، أكيد لما بيطلع من القلب بيوصل للقلب، فشكرا لكل مين صوت لي. سوزان، أنت دائما بتحب الألوان المبهجة، النهارده غيرنا شكل الالوان خالص. كلمين، وده التعاون رقم 3 مع بهيج حسين، التعاون الثالث مع بهيج حسين، اكتر من كده كمان. كلمينا بقى، اشمعنى بهيج حسين تحديدا واللون ده؟ بهيج انسان طيب، اولا انا بحب الانسان اولا على الصعيد الشخصي، وانسان كتير طيب، وبعدين جدا متعاون على صعيد الفني. يعني مثلا انا هيدا الفستان عجبني شكله، جبته على النت، بعثت له يعمل لي بيومين، فكتير انبسطت واخترنا اللون مع بعض، وجاب القماش ويعني لباني بسرعة، وبيحبني كتير وأنا بحبه كتير، فسعيدة بالتعاون معه. وطبعا إيهاب المنسي ما بغيره. ايوه بقى، لوك الشعر بقى ايهاب منسي، كل شويه غير لك، شويه كيرلي، شويه على جنب، شويه المره دي على قصه، يعني ايه بقى؟ طبعا طبعا لازم كل ايفنت، خاصه اذا قربنا من بعض، لازم نغير، ما نطل نفس الطلة مشان الناس ما تمل، ومشان نورجي كمان كذا لوك للناس، وانه بنقدر الشخص الواحد بيقدر يعمل 100 لوك، 1000 لوك بيقدر يعمل. سر اختيار سوزان نجم الدين للاكسسوارز في الاذن، تمام؟ يعني هنا دي واحدة واحدة، ليه؟ لا ده اختياري وحبيت كده، عشان هنا في قبة عالية وهنا ما فيش، فحبيت مش قبة، قبة اسمها ايه عندكم؟ كده هنا كتف عالي وهنا ما فيش كتف، فحبيت انه الكتف ده يملى في الاكسسوارز، وهنا لا حاجه صغننه كده نفس اللون. حلو جدا، عشق بقى للالوان، يعني الشنطه بتاعتك والاظافر في شوز لونه نفس مع الدريس والبتاع ده. حبيت، انا حريصه، انا يعني من اسبوع عطوني ملكه جمال العرب للاناقه، ف أنا بتشكرهم من جديد، وأكيد لازم أكون دايماً على قد هيدا اللقب. أوريدي أنا بحب الأناقة وبحب إني رتب ألواني كلها مع بعضها، لازم يعني مش ضروري يكون نفس اللون، بس هالمرة لأنه لون خاص جداً، فحبيت يكونوا الأظافر والإكسسوريز والشوز نفس اللون، يعني نفس الروح كله ماشي مع بعضه.